عليكم الحباب والاخوات، صراحه فرحانه اليوم الحمد لله شكرا لله. جليبات اللي تعبت عليهم وكنت موجود فيهم ها هما الحمد لله تخيطوا وعجبوني، حليتهم عجبوني. ان شاء الله ان شاء الله غتشوفوا واحد نوفيل كوليكسيون ديال ام اس مرسيدس ان شاء الله الرحمن الرحيم، شي حاجه اللي غتعجبكم بزاف بزاف البنات. وراه هادشي ما كنوجدوش ليا، كنوجدوا ليكم الاخوات باش ان شاء الله تجوا تلقاو الزموريه، تلقاو الرباطيبليه، تلقاو التنبات، تلقاو الراندا، تلقاو التيساج، تلقاو بزاف ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله، والناس اللي بغاو الماكينه راه دات لكم الماكينه. ايه العيالات اللي ما عندهمش باش يخيطوا باليد دات لكم الماكينه، ولكن ماشي ماكينه عاديه، ماكينه بالعقيده ناموسه. غيبانوش لكم العقيدات، شوفوا العقيدات قديدة، شوف العقيدات العقيدة ناموسة داك الرقيوقة. شوفوا معايا البلدية وما ما ما بيناش مزيان، شوفوا معايا البلدية، البلدية يا البلدية كي كتبان. شوفوا معايا هادي خلاص تلبسيها تجي روعة. شوفوا اش قلت لكم البنات، الطرز ديالي الحق ديالو ما كيبانش ملي كنبينو، ملي كنبينو غير هكا طريف ما مخيطش، ولكن ملي كيتخيط راه كيبان روعة ما شاء الله. هادي هنا مخيطة فيها العقيدة حسن لتحت، نازلة بالعقيدة لتحت في الموف، هدا في الموف وداخل فيها الصم. شوفوا الخياطة كيف طايحة، وكيف ما قلت لكم العقيدات راه العقيدات ناموسة، العقيدات دوك الرقيوقين الخياطة راه كيعرفو عقيدة ناموسة. شفتو شحال صغيرة رقيقة وحط راس رقاق وكلها كلها رقيقة. السسميحة البنات هادي هنا تاني، هانتوما هادي هنا البلدية الكري وواحد الغوز بيبي فاتح باش مخدومة. شفتو معايا القب هادي تاني هنا، هادي هنا مخيطة باليد، هادي مخيطة باليد البنات. يعني كنوريكم جليبات اللي وجدوا. هذا سيدي مولاي القفطان، ها هو كيف طلع شفتو، غتجي لي غدا النباته لكم في المخشي. مولات هذا مولات هذا القفطان راه قيستو جاني هكا 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 هكا. اختي سمحي لي شوف نقول لكم، لا قيس قفطانها ولا جلابتها، نقول لها شي نهار نتحاسب عليها. شوفوا معايا كيف جا لها قفيطينها تبارك الله ما شاء الله. شوفوا يعني الحاجه ملي كتبقى لي الشبكه، درنا ليها الشبكه البنات. شوفوا الظهر كيفاش كيجي عاد المضمه. هاد السيده هادي تكلفنا ليها بالشبكه بالمضمه. ما كرهتش الزيف ناخذو لها، حتى الفلان ناخذو لها، لا دارت فينا الثقه والحمد لله، يعني ما خيبناهاش. جا القفطان روعه 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 ما شاء الله، تلبسوا بالصحه وبالسلامه وبطلت العمر يا ربي. كيف ما انتي تقسي فينا وكيف ما كتقولي ام عثمان خدي الحجر على ذوقك، خدي على ذوقك مضمه، خدي على ذوقك، ولكن العبار المضمه درتو على عباري. حطي قيسه لا المضمه خليتها تجي عندنا ونقيسوا لك المضمه. المضمه حاله سهل، المضمه حتى هي الحجر اللي نبت ليها به، انا نبت ليها بالحجر الحره البنات، يعني الماركه المزيانه بغات كل شيء فرعيه تبارك الله، بغات شي حاجه زوينه. حتى المضمه خديت ليها الدوريجين، يعني عند كل شيء خدمتو مع اسماء الحمامي، الحجيرات لي في القفطان هما اللي غيكونوا في المضمه. وخدينا ليها واحد الشبكه من عند معاد اثواب الزيتوني، الشبكه مزوقه يعني فيها هذا اللون هذا الخرشوفي ومزوقه بلون الصم، يعني شبكه زوينه، خدات ماركه زوينه في الشبكه. وطلع لها قفيطينها غزال تبارك الله. كتقولوا لي راه ورينا القفطان ملي كيكمل، هذا البنات راه مخيط غير بالماكينه مع هاد السيده مزروبه اصلا كتبغي تخيطو باليد. قلت ليها شوفي الحاجه انت كتبغي تلبسي بزاف، يعني كتلبسي بزاف القفاطن، ديريه بالماكينه وانت غتلبسي وغتحيديه دغيا، ديريه بالماكينه باش تبقي تبدلي بصحتك وراحتك الحاجه، تلبسيه بالسلامه يا ربي تلبسيه بالصحه. واحد السيده الله طيبه طيبه بزاف. هادو هنا هادي جلال بلي وجدوا هادي تشباك، هادي هنا خدمة المعلم عقيدة ناموسة، حتى هادي هادشي كامل البنات غادي تجمع، حتى هي هادي عقيدة ناموسة، كلشي هادي العقاد ناموسة. هادي هنا زواق المعلم، هادي شنا هي رقيقة، شوفوا الخدمة، شوفوا العقاد حتى هما ناموسة. هادي تاني هنا هاد الموديل هكا، شوفوا اللون في اللون مكيبانش. هذه هنا الشباك، هذه هي الشباك، هذه هنا في وقت المعلم،
هادي هنا هابطة بالدبانة لون في اللون اللي بغاو غدا يجي يشوفو جلالك. هادي مولاتها اسبانيا صالحة من اسبانيا، هي جليبة ديال الكوزات. هادي جلابة ديال الحضور مخدومة بالعقيدات السم ومزوقة بالسم بوقت المعلم السم. هادي ديال البرد حتى هي غتكون غدا. هادي مخدومة بالبرشمان خضر. هذا هو جلابة ديال البرد بالبرشمان هذا بلوموف مخدومة بالموفيت. هادي هي ديال البرد شفتو معايا. انا واقيلا غادي نحلهم دابا ونعلقهم، نحلهم دابا ونعلقهم باش هكا الصباح تقدروا تشوفوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولا غنخلي حتى الصباح نخدم صراحة. عييت اليوم بزاف، اليوم الجمعة كيكون شوية الضغط. هادشي اللي كاين البنات، راه هادشي اللي كيغبرني وهادشي اللي كيخليني بعيده عليكم باش نوجد لكم موديلات ونوجد لكم. بالنسبه للسيده اللي كانت سولتني على هاد الجلابه، ها هي اختي سولتيني عليها شحال من مره. ها هي هكا كتجي بحال هكا الشكل ديالها شفتي، وكتجي الكتف الاخر فيه طريزه بحال هكا، كتجي سبور خفيفه كتجي بهذا الشكل هكا. هاد الموديل هذا غادي نزيد منه البنات لانه جراقي في الشكل ديالو، شفتوا كيف جا جراقي في الشكل ديالو. سولتني عليه. هاد الموديل غادي نزيد منه بزاف البنات لانه كيجي خفيف وعجب الناس بزاف، لان الموديلات اللي درت كلهم تباعوا، الجلابه اللي فيها خضر شمع كلهم تباعوا. نقدر نزيد شي حاجه في القب، نقدر نخلي القب بلاش، يعني جات جليبه راقيه وزوينه. شي حاجه اخرى سولتوني عليها على القميص، القميص باقين في طور الانجاز. نوريكم واحد الجلابه واحده اخرى لاتي البنات. ها هي شفتوا كيف جا الشكل ديالها. هادي فيها هنا هكايا رشمه في القدام، هذا القب رشمه كبيره فيه، وبطبيعه الحال الكميمات مخيطه باليد، هادي مخيطه برشمان باليد. كنتي سولتو على جلابة المارو، ها هي باقيه شفتو. ها هي هادي بزواق المعلم، هادي مخيطه بالماكينه، ها زواق المعلم وهابطه بهذا الكورميط حتى لتحت، وفيها الكميم بحال هكا حتى هو فيه زواقه. سولتو على هاد الغوز، ها هي صراحه رخصاني شي مانكا تلبس ليا كاينه شي مانكا مستعده تلبس. هادي حتى هي كنت سولتو عليها بزاف، ها هي شفتو الشكل ديالها كيف جي كيفاش كتجي الكميمات حتى همايا. هادي زوينه زوينه، هادي كون جات كدي كون خديتها، كون جات في الطاي ديالي كون خديتها. نشوف العبار ديالها، يعني كون كانت 30 غتجيني، 30 و 31 غتجيني. شفتوا هذه كي دايره، جات هي فنه والقبيه فيه رشيمه كامله دايره على القب، وسنينات مزرولين يعني مره بلون شفتوا مره قري مره غوز. حتى هي جات الشكل ديالها راقيه في الشكل ديالها. يعني كنتفكر المحدين النازله، كنتفكر الموديلات اللي سولتوني عليهم، يعني الشكلات ها هي هذه، هادي حتى هي كيجي السكرين بزاف عليها. هادي عبط ليها الكتاف 3، هادي طاي كبيره الكتاف 43، الصدر 31، الكمام 64، طول متر 45. شفتوها حتى هي زوينه، هادي مخيطه باليد، هادي ديال شميمه تجيها زوينه. هادشي اللي كاين، كاين بزاف لبنات، كاين بزاف. سولتوني ثاني على هادي، قلت لي ام عثمان الجلابه بحال اللي لابسه، ها فاك الجلابه اللي لابسه انت، هذه اللي شفتوني لابساها في الفيديو اللي كان سابق. ها هي هذه خفيفه شفتوا، حتى هي مخيطه بالماكينه ولكن ماكينه صامته، يعني ماكينه. هذا الشيء اللي كاين البنات، وهذا الشيء اللي عطى الله ان شاء الله تنحوا لهادو نبارطاجيهم معكم. هذو يلاه جاوني، هذا الشيء ان شاء الله عاد جاني
ان شاء الله نصوركم. هاي جات ثاني وحده اخرى بحال هذه، علاش كنتي تسولوا عليها بزاف هاد الجلابه؟ صافي غندير واحد القضيه، الجلابه اللي كنلبسها سبحان الله كيبغوها. غنعود ندير موديلات اللي كنلبس هما اللي نخدم عليهم. هاد الجلابه لبستها بزاف اللي كيسولوا عليها، ام عثمان بحال الجلابه ديالك. ها هي هذه حتى هيايا موجوده. هذه هنا راه مطروزه بالرباطي باليد، شوفوا معايا، وفيها واحد الكورميت شكل زوين. شوفوا معايا لداخل الكورميت كي داير. تنحل هذا الشيء دابا مع عييت هاد الناس، غادي نطلع للدار الفوق نعشي وليداتي. ان شاء الله ملي نسرح هاد الشيء كامل غنوريه لكم وغنقول لكم راه هذا فين مشغوله ام عثمان، وهاد الشيء فين غنبر عليكم ام عثمان زيدات. وهاد الشيء هو تفكير ام عثمان زيدات. ام عثمان زيدات ما كتفكر حتى شي حاجه، يعني ما تفكر تقابح مع شي حد، ما تفكر حتى شي حاجه سلبيه. الخيط المرمل البرشمان دير هادي دير هادي، هذا هو التفكير ديال ام عثمان زيدات، وهذه هي الطريقه اللي غاديه فيها ام عثمان زيدات. الله يوفقني ويوفقكم ويحقق لنا داكشي اللي بغينا يا ربي، وصلنا لداكشي اللي بغينا باذن الله وبقدره ديالو، ورزقنا الرزق الحلال الطيب ويكون فيه البركه اللي هي اهم حاجه، ويكون الصالح لوليدات. اي دعوه دعيتها ليا ولا لوليداتي بغيت احسن لكم لوليداتكم، يعني اي حاجه كنتمناها ليا كنتمناها لكم حتى نتوما يا. والعيالات اللي كيتعلموا راه كنقول لكم راه صعيبه غير البديه، راه صراحه ام عثمان راه ما كاش كتحلم دير هاد الجلالب ويكون هاد الكميه وهاد الشيء. ام عثمان راه كتخدم مع جوج ليلبات ثلاثه اربعه، ولكن الحمد لله كان عندي اصرار وكانت عندي عزيمه وكانت عندي واحد واحد رغبه انني نبين بزاف ان راه ماشي 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 ضروري تكون عندك فلوس كثيره باش انك تبداي مشروع. كنقول لكم دائما مشروع من الصفر، والحمد لله هو سير وكيكبر، وعلاش لا ان شاء الله تيكون ما يكونش محل ما كبر. وكيف ما درت انا بغيتكم حتى نتوما ديروا. ما عندكش مع الرباطي ندير لاكويز، ندير كنقولها لكم، ندير حلوه ندير مهم، ما بخصوصيه كنت محتاجه. كنتي عندك راه شوفي حتى اللي عندها، يعني اللي عندها راه هذيك راه ساهل ليها دير مشروع كاع كثر، يعني ما غتعبش كثر بزاف. وواحد القضيه نقولها لكم بالنسبه لاي امراه ملي كتشغل راسها راه كتحس براسها، كتحس براسها كانها كائن موجود على الارض. يعني ملي كتاكلي تشربي تغسلي الماية تنعسي، يعني كتحسي براسك راه داكشي روتين عادي. ولكن ملي كدير تفكري نص هاد اللوين ندير هاد اللوين نطلع نمشي هنا ندير هنا، يعني كتحسي كتبقي اكتيف كتبقي حركيه كتبقي نشطه كتبقي صغيره. هادي في حالة اللي ما جاش شكليا اللي كيعصبك، ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد ولك الشكر ومزيد من العطاء. غنقول لكم السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد. تحمق عليكم.